اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الوطني انجازات وطنيه. في كل حلقه نختار لكم الافضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقه اليوم الاستاذ روبين السيوري، صاحب منجره روبين السيوري لكافه اشغال النجاره والديكور والمطابخ. بدايه مساء الخير استاذ. مساء النور. منورنا عبر قناه جوسات الفضائيه. استاذ روبين، بالبدايه بنحب نعرف استاذ المشاهدين حضرتك اكثر وعن تاريخ ومكان الولاده وكيف بدات الحياه العمليه. روبين ابراهيم نمر السيوري، مواليد عمان 19/8/62، خريج كليه وادي السير سنه 80. ما شاء الله. نجاره وديكور. ما شاء الله عليك. متى تم تاسيس المحل استاذ روبين؟ سنه 96، شهر 1/7/96. كان اللي اسسه الوالد؟ لا، انا اللي اسسته. انت ما شاء الله. مش الوالد. ما شاء الله. انا اسسته. استاذ، نتحدث عن الخدمات اللي بتقدموها، اليه العمل كيف تتم؟ احنا بنعمل نجاره حسب الطلب للزبائن، ابواب، غرف نوم، مطابخ، يعني ديكورات. يعني بخص الخشب؟ بخص الخشب، ديكورات. تمام. استاذ، نتحدث عن استيراد الخشب، من وين بيتم؟ ولا من التجار في البلد؟ احنا من التجار اللي في البلد. تجار البلد. اوكي. استاذ، نتحدث عن انواع الخشب، احكي لنا مين الافضل؟ بحسب الزبون. كل زبون بختار الخشب واحنا بنصنع على حسب اختيار الزبون. حسب اختيار الزبون، بس افضل انواعيه الخشب ايش هي؟ البلوط طبعا، عشان البلوط. استاذ، نتحدث عن الصعوبات والمشاكل تواجهها في العمل. اي مشروع اللي يواجه صعوبات ومشاكل؟ تذبذب الاسعار، بتلاقي مره بترتفع مره بتنزل، وفيش الحركه انا عليها، مش هذيك يعني الحركه. الناس تتجه للجاهز بعد امرأة، للجاهز اكثر وللتجاري اكثر. اكيد. استاذ، نتحدث عن تطور هذا القطاع، كيف بتشوفه؟ والله اللي بيجيبوه من برا، من مصر ومن ماليزيا ومن الصين، ضرب علينا. ضرب علينا. طب اقبال المواطنين لدى المحل؟ عادي، ما الاسعار محروقه. الاسعار مش شديده. نعم. الاسعار مش زين. ما شاء الله. استاذي، نتحدث عن رؤيه المستقبليه لك في هذا المجال، اي شخص يطمح بالافضليه. حدثنا عن رؤيه المستقبليه لك في هذا المجال. كل واحد بيطمح انه يكون للافضل، بس مع هل اللي بيجيبوه المستورد مش قادر يطلع. اكيد مش قادر يطلع. ان شاء الله استاذ، بالتوفيق ومزايد لزايد. استاذ روبين، احنا بنعم نعمل امن وامان، هاي المنظومه كويس اردو عن باقي الدول، مثل ما بيحكوا لك اردن حديقه داخل حريقه. ايش بتعني لك هاي النعمه استاذي؟ اهم شيء الامان، الانسان يعيش بامان، يروح على بيته مطمن، مسكر محله بامان، لا حدا هذه أكبر نعمة. أكيد الأمان أكبر نعمة. الله يديمها علينا يا رب أستاذ روبين. طبعا الفضل الكبير لجلالة الملك. أكيد. الفضل لله ثم لجلالة الملك. أكيد. إن شاء الله. والقيادة الهاشمية ووعي المواطن طبعا. أكيد. وعي المواطن للأمن هذا الموجود. أهم شيء. أستاذ روبين، مثل ما بنعرف الملك قريب من الشعب، لو حالك لاحظت والتقيت فيه شو بتحب تحكي له؟ إنه يمسك المفسدين عنا. أكيد. هالمفسدين الكثار اللي حواليه. بنحب نحدد للسادة المشاهدين أين موقع المنجرة وأرقام الهاتف للتواصل. منجرة في جبل الحديد، أول طلوع جبل الحديد مقابل مجمع الجبالي، تلفون 0795786642. بتوفيق أستاذ روبين. وفي نهاية هذه اللقاء أعزائي المشاهدين، نتقدم بجزيل الشكر العرفان لأستاذ روبين السيوري على تواصله ودعم هذا البرنامج. بشكرك أستاذي. شكرا.